السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. اليوم تتركم وصفة صيفية، وصفة سريعة وسهلة. إليكم المقادير. هنا عندي حبات بطاطا قليتهم مربعات صغيرة، وعندي حبة بصل شوي، وحبة طماطيس، وحبة فلفل حلو، شوية فلفل أسود، وبابريكا، والتوابل تاع الدجاج. وهنا عندي مرق الدجاج. نبدا على بركه الله. بسم الله. هنا درت مقله فيها شويه زيت، مغرف زيت، نحط فيها هذا البصل، دي راهي تقلى، هذه غير حبه بصل درتها. البطاطا تاعي راني قليتها، ندير شويه بابريكا، شويه فلفل اسود، شويه توابل تاع الدجاج، قلوه مليح، والبطاطا تاعي قلي نقلي فيها، نصنعو صلصة البيشاميل، نديرو فلفل، نخلطو كلشي في رحبة، لكن نديرو فلفل، نزيدو حبة طماطيس، ندير حبة طماطيس هادي راه فيتها، هنايا نديرو نص كاس ماء باه الفلفل تاعنا يطيب، ونخلوها طيب على غرضها، نقصو عليها ونخلوها طيب على غرضها، والبطاطا راهي تقلى. ودروك نوجدو صلصة البيشاميل، نخلوها طيب، نديرو هذا كيس تاع الدجاج، بودرة الدجاج. ولي ما تبغيش دير هذا مرق الدجاج دير الملح، نخلوها طيب على غرضها، نروحو نوجدو صلصة البيشاميل. نحضرو صلصة البيشاميل، عندي مغرف دهان مارغارين، نزيدو عليها مغرف فارينة الطحين، نخلطو مليح حتى يتحمص، حتى يتحمص هذا حمص مليح. صلصة البيشاميل نديروها خفيفة، منتقلوهاش، نخلطو مليح، حمصتها مليح باش تدخل فيها بنة المارغارين، وهنا نديرو كاس ونص حليب، ديرو كاس ونصف باه تجينا خفيفة، نقعدو نخلطو حتى يتقالنا قالنا الخليط. نزيدوها شوية فلفل أسود وشوية ملح، نقعدو غير نحركو. التكتكة هادي تاعي راهي طيب، البطاطا هاي تقلى، صلصة البيشاميل نخلوها حتى تتقال،
هاي صلصة البيشاميل صايرة وجدت، نسحقوها هكا خفيفة ما نديروهاش ثقيلة. نديرو الصحن يدخل الفرن، حطيت فيه البطاطا ما دهنته ما والو حتى البطاطا مقلية، ونزيدها التكشوكة اللي درتها. نحطو كاع التكتوكة هنا اللي درتها، نحط نغطي كاع حد البطاطا نغطيها. هذه أكلة صيفية، وجبة صيفية خفيفة توجديها بسرعة مع هاد السخانة. خلطوا هكا شويه باش تدخل هذا الحشو يدخل في البطاطا. ونسيتو عليها هذا صلصه البشاميل. هاد صلصه البشاميل ديروها خفيفه. مغرف طاحين هو فارينة، مغرف مارغارين، كاس ونص حليب، وشويه فلفل اسود. صدقوني تجي بنينه هاد الوصفه، تجي بنينه، يجي بنينه هاد الكغاتان، يجي بنين. هنا عندي جبن مبشور، ندير فوقها شويه جبن مبشور، ونديروها غير شويه باه تنشف شويه قبل لي تتحمر، ونقلعوها من الفرن ما نخلوهاش حتى تنشف بيها. من بعد نرجع لكم باه نوريها لكم في صحن التقليد. الوجبة تاعي راهي وجدت، ان شاء الله تجربوها تعجبكم. بالصحة والراحة، والى الملتقى في وصفة اخرى ان شاء الله.